رولا. مشاهدينا، إذا أحداث متسارعة شهدتها الساعات ال24 الماضية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى منذ دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر تشرين الأول. في تمام الساعة 11 والدقيقة 58 رصدت الكاميرات عمال النظافة وهم يهمون بدخول القنصلية السعودية في اسطنبول حاملين معهم مستلزماتهم. كان ذلك بعد الإعلان عن دخول وشيك لمحققين أتراك إلى مبنى القنصلية لتفتيشها. البداية كانت مع إعلان الرئيس الأمريكي على تويتر من واشنطن أنه سيوفد وزير خارجيته إلى الرياض للقاء العاهل السعودي بعد أن تحدث إليه عبر الهاتف. بعد ساعتين ومن حديقة البيت الأبيض وتحت أمطار غزيرة يقول الرئيس الأمريكي إن عناصر غير منضبطين قد يكونون قتلوا صحفي خاشقجي. بعدها وصل المحققون الأتراك بعضهم في زي عسكري وآخرون في زي مدني إلى القنصلية في 6 سيارات إلى مبنى القنصلية في اسطنبول. بعدها بقليل إذن تعلن شبكة CNN الإخبارية الأمريكية أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ. كل هذا والمفتشون داخل مبنى القنصلية. في تمام الساعة 4:45 صباحا أي بعد حوالي 9 ساعات من التفتيش غادر المحققون الأتراك بعد أن أخذوا عينات من داخل القنصلية ومن حديقتها. الأمم المتحدة تدخل بدويها على الخط على لسان ميشيل باشلي الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والتي طالبت من جنيف برفع الحصانة عن مسؤولين سعوديين قد يكونون ضالعين في قضية خاشقجي. بعدها بساعة التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالعاهل السعودي في الرياض بعد أن استقبله نظيره عادل جبير في المطار. بعدها بدقائق أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يأمل في التوصل إلى رأي معقول بأسرع ما يمكن مؤكدا أن التحقيق سيستمر. عند الساعة 1:38 بتوقيت غرينتش التقى وزير الخارجية الأمريكي بومبيو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الرياض. بعدها يفترض أن يطير بومبيو إلى أنقرة لجلب معلومات حسب ما أكد وزير الخارجية التركي. وعند الساعة 5:30 دخل المحققون هذه المرة إلى مقر إقامة القنصلية السعودي في اسطنبول وكان هذا الأخير قد غادر البلاد عند الساعة 2:00 بالتوقيت المحلي. فريق تحقيقات تركي يستكشف القنصلية يبحث بداخلها عن غرفة موت مفترضة يحاول رصد خبايا جريمة غير معلنة. من نفذها ومن يقف وراءها؟ من يدري؟ جمال خاشقجي ربما قتله مارقون، يجيب ترامب. في الولايات المتحدة ثارت سائرة نواب وسياسيين كثيرين. تصريحات ترامب أوحت لهم أنه يحاول التغطية على القيادة السعودية لإنقاذها من ورطتها وإخراجها من مأزق أغرب قصة اختفاء داخل قنصلية. عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الديمقراطي السيناتور كريس ميرفي قال في تغريدة على تويتر: نظرية القتلة المارقين السخيفة هي ما سيذهب إليه السعوديون. من المذهل حقا أنهم استطاعوا توظيف رئيس الولايات المتحدة كوكيل للعلاقات العامة لترويجها. السيناتور كريس فان هولن عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي وصف تصريحات ترامب بالسخيفة وقال إن أوامر اغتيال خاشقجي صدرت بلا شك عن قمة هرم السلطة السعودية وأنه يتعين على واشنطن ألا تكون شريكة في التستر عن هذه الجريمة البشعة بحسب تعبيرها. البحث عن كبش فداء، هكذا فهمت تصريحات ترامب على نطاق واسع في الولايات المتحدة قبل غيرها. هذا السيناريو توقعته وسائل إعلام أمريكية قبل أيام. الرياض فشلت لحد الآن في إثبات قرائن البراءة ولم يبقى أمامها غير الاعتراف بالجريمة ولكن بصيغة تحمي ولي العهد. وهنا تكشف صحيفة نيويورك تايمز عن رواية تحضرها السلطات في الرياض لم تكتمل تفاصيلها بعد.
بحسب الصحيفة الأمريكية، تقول الرواية السعودية المحتملة إن مسؤولا في المخابرات وهو صديق لبن سلمان استدرج خاشقجي إلى القنصلية لاستجوابه. العملية سارت على نحو خاطئ فتوفي الرجل. رواية طوق النجاة هذه أوردتها صحيفة واشنطن بوست أيضا، لكنها أضافت أن المخابرات الأمريكية على علم بأن بن سلمان هو من أصدر أوامر استدراج خاشقجي لخطفه وربما قتله. أهلا بكم إذا مشاهدينا في حلقة الليلة للخبر. بقية معنا من أنقرة علي بكير الباحث السياسي، وأيضا من واشنطن مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي. أبدأ معك سيد بكير، القنصل السعودي غادر تركيا، هل غادر فقط لتجنب الحرج من التحقيق معه، الحرج للجانبين يعني ليس فقط للجانب السعودي إنما أيضا للجانب التركي، أم يعني لأسباب أخرى ربما يعني لها علاقة بكيفية الإخراج السعودي لقضية خاشقجي؟ طبعا هذا احتمال وارد يعني، لكن الحرج ليس للجانب التركي في هذه الحالة، هو ربما قام بعمل استباقي ليتفادى مسألة إمكانية التحقيق معه أو إيقافه لفترة وجيزة، أو ربما اعتباره شخصا غير مرغوب فيه، وبالتالي تفاديا لمثل هذا الموقف قام بالمغادرة على الفور. وربما أيضا قد يكون هذا مؤشرا على إمكانية أن يجد الجانب التركي ربما دلائل على وجود جثة خاشقجي داخل منزل القنصل، وبالتالي هذا طبعا لتفادي هذه الحالة قام بالمغادرة بشكل فوري قبل أن يقوموا بتفتيش منزله. وربما أيضا قد يكون في إطار التحقيقات الداخلية التي يجريها الجانب السعودي، لأنه كان قد قال بأن كل من كان موجودا تم استدعائه للتحقيق معه، وبالتالي هذه الاحتمالات كلها واردة بطبيعة الحال. لكن خلال أعتقد الساعات القادمة سيتم معرفة ما إذا كان هناك أجزاء من جثة خاشقجي كما قيل في منزل القنصل أو في الحديقة، هذا طبعا من خلال التحقيقات من خلال الفحوصات التي سيتم إجراؤها سيتبين ذلك، وعلى ضوئه ما ممكن تحديد هل هو غادر لتفادي هذا الموقف أو لسيناريوهات أخرى. لكن على كل حال الجانب التركي كان قد أعلن قبل قليل بأنه تم الاتفاق مع السعودية على أنه سيجري تحقيقات مع موظفين قنصليين، وهذا أيضا باعتقادي أمر مهم في سياق تحقيق تقدم في الحصول على أدلة حول ما جرى داخل القنصلية. طيب، وبما أنك ذكرت يعني مسألة فكرة احتمال العثور على أجزاء من جثة خاشقجي، إن يعني ثبتت كل هذه المعطيات التي كنا نسمعها في الأسبوعين الماضيين، أيضا أوردت شركة يعني شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصدر تركي بأن جثة خاشقجي تعرضت للتقطيع بعد قتله، ويعني أيضا مسألة قتله ليست محسومة أو مؤكدة، وليس يعني الطريقة التي تمت بها هل هي نتيجة التعذيب أم ماذا، لكن يعني ربما هذه المعلومة ليست المرة الأولى التي نسمعها، لكن تعود وتتكرر عبر أكثر من وسيلة إعلامية دولية وأيضا نقل عن المصادر التركية في هذا التوقيت ربما هي لافتة. أيضا أتحول إليك سيد معلوف، يعني ونحن نسمع أيضا هذه المعلومات التي تتواتر وتتكرر أيضا، كيف تقرأها بالتزامن يعني مع دفع التحقيق التركي قدما، ولكن أيضا تزامنا مع زيارة بومبيو في الرياض ولقائه الملك وولي العهد؟ ما هي مهمة بومبيو تحديدا من وجهة نظرك الآن؟ لنبدأ بزيارة بومبيو قبل كل شيء، أنا شخصيا أعتقد أنها زيارة غير ضرورية، لأنه ذهب إلى هناك بناء على طلب الرئيس ترامب ليسمع إلى ما سيقوله الجانب السعودي. ولننتقل ببعض التفصيل قبل كل شيء حول السيد خاشقجي بالذات، عندما يدخل مواطن قنصلية بلاده أو أي قنصلية أخرى ويختفي فيها مدة أسبوعين، تقع المسؤولية هنا على القنصلية وعلى البلد الذي تنتمي إليه هذه القنصلية. هذا أمر بديهي جدا، لا نستطيع أن نتبادل الآراء في هذا الموضوع. قلت بأن زيارة بومبيو ليست ضرورية، لو يعني أكثر تشرح لي من وجهة نظرك لماذا غير ضرورية، لماذا لا يجب على الولايات المتحدة أن تستمع للسعودية لوجهة نظرها؟ نعم،
لأن السعودية تستطيع أن تقول ماذا تشاء في العلن، ليس من الضروري أن يذهب بومبيو خاصة إلى السعودية وليستمع منهم من جهة. ومن جهة ثانية أنا أعتقد أن الرئيس ترامب خلال بعض التلميحات التي قالها وسأشرحها حاليا، لا أعتقد شخصيا أنه مستعد للقيام بضغوط كبرى على المملكة العربية السعودية في هذا المجال بالذات، إذ أن هنالك أمورا كثيرة علق عليها. أولا، بعد أن تحدث مع الملك السعودي قال في تصريح له عندما صرح تحت المطر كما جاء في التقرير، قال إن الملك لا يعلم شيئا عن مصير هذا المواطن السعودي، وركز على كلمة السعودي ليظهر أنه ليس أمريكيا ويلمح بالتالي أنه ليس عليه واجب تجاهه. النقطة الثانية هي أنه يقول أيضا أن جريمة إخفاء أو اختفاء الخاشقجي حصلت خارج الأراضي الأمريكية. طيب، يعني مفهوم أن الرئيس الأمريكي بوجهة نظرك لا يزال يعطي مساحة للسعودية لتتنصل من أي مسؤولية تقع عليها في قضية خاشقجي، سواء التحقيق معه داخل القنصلية أم تعذيبه أم قتله، يعني بخلاف بصرف النظر عما ستكون فعلا النتيجة النهائية للتحقيق. لكن سأعود إليك أكثر في قضية يعني موقف الرئيس ترامب ومهمة بومبيو في ظل الضغط من الكونغرس، وربما يعني وبالتأكيد تابعت كلام لينزي جراهام عن التعامل مع الملك ومع الدولة والتعامل مع ولي العهد كشخص. ولكن أريد أن أرحب بصالح القادري الباحث السياسي الذي انضم إلينا من باريس. سيد القادري، يعني هناك موقف أيضا فرنسي وأوروبي عموما، يعني فرنسا وألمانيا تتابعان ما يجري في قضية خاشقجي، ولكن يبدو أن هناك تريث أيضا يعني ليس معهودا من فرنسا تحديدا نظرا لعلاقتها مع السعودية ولموقفها السابق، إذا ما استذكرنا قضية الحريري مثلا. الوضع مختلف بين قضية الحريري وبين قضية جمال خاشقجي. فرنسا تحركت آنذاك حين في قضية الحريري، لأن تحركت هي من أجل جلب المواطن الفرنسي. لا ننسى أن الحريري هو رئيس وزراء لبنان، لكن هذا للأسف لم يشفع لدى السلطات السعودية أن يكون رئيسا لبلد عربي شقيق لديه علاقات قوية جدا، وخصوصا عائلة الحريري لديه علاقات قوية مع المملكة. إذن كيف تقرأ موقفها في قضية خاشقجي؟ تذكر الخطاب الذي تكلمت عليه بعض فرنسا. يجب أن لا ننسى شيئا واحدا، على أن فرنسا قد قامت بعد سنة 2015 أصبحت من أكبر موردي الأسلحة للمملكة العربية السعودية، وقد بلغ ذلك مليار و600 مليون دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية الموجودة الآن في فرنسا. وفرنسا كذلك لا ننسى أنها حينما حصل الصدام بين كندا وبين السعودية، فرنسا لم تبدي أي موقف، رغم أن الموقف من الناحية المبدئية أن تكون فرنسا أقرب إلى كندا من المملكة العربية السعودية. إذن هذه السياسة الميكافيلية التي يسير بها الرئيس الفرنسي الجديد هو إيمانويل ماكرون انعكست على قضية خاشقجي. كان أقصى تصريح له قام به حينما استضاف بعض القنوات بينها فرنسا 24 وبعض القنوات الأخرى، قال أن إذا حصلت هذه الجريمة فهي جريمة فظيعة، لكنه لم يركز لم يذكر أي موقف مبدئي. كانت أقوى التصريحات جاءت من بريطانيا، جاءت كذلك من ألمانيا إلى حد ما، وجاءت كذلك من الولايات المتحدة الأمريكية. وإن كان تحرك مايك بومبيو في الفترة البارحة دليل على أن تصعيد الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام الأخيرة كان من أجل مساومة النظام السعودي. وأظن أن مايك بومبيو ذهب إلى المملكة العربية السعودية الآن بسببين أساسيين. السبب الأول هو إيجاد تخريج وسيناريو يحفظ به وجه حليفه محمد بن سلمان. والأمر الثاني، أظن أن مايك بومبيو كان كعادة دونالد ترامب ذهب كذلك ليقوم بأكبر عملية حلب في التاريخ، وهي استمرار المساومة للنظام السعودي من أجل التغذية عليه في المؤسسات الدولية، وكذلك التفاوض مع الطرف الثاني الذي هو طرف تركي. إذن فرنسا كان موقفها واضحا أساسا، هو كان من أجل حفاظ العلاقات مع المملكة العربية السعودية، وخصوصا العلاقات التجارية والعلاقات الاستثمارية. سيد علي بكير، ماذا تنتظر أنقرة من بومبيو في ظل كلام الرئيس التركي اليوم الذي أيضا يعني ألمح فيه إلى وكأن هناك يعني إمكانية للقبول بسيناريو سعودي ما، حينما قال أن يعني نسمع من السعودية أمرا معقولا؟ ما هو المعقول بالنسبة لأنقرة في ظل التحقيقات التي تجري الآن؟
لا طبعا الجانب التركي يتوقع أن يكون المعقول هو تقديم رواية صحيحة لما جرى، لأن الجانب السعودي حتى هذه اللحظة يرفض الاعتراف بارتكاب الجريمة، سواء تمت عبر بقرار رسمي من أعلى سلطة، وهو ما يعني نتوقعه كباحثين ومحللين ويتوقعه كثير من الخبراء، أو تمت عبر ما يقال أنه قتل مارقين، وهي نظرية الرئيس الأمريكي التي حاول من خلالها أن يخرج النظام السعودي من ورطته. لكن حتى الآن النظام السعودي لم يقر بهذه العملية سواء عبره أو عبر القتل المارقين، وبالتالي الجانب التركي يحاول أن يدفع السعودية باتجاه الاعتراف، وحتى الآن لا يوجد مثل هذا الأمر، وهو ما يعني يصعب عمل الأتراك، لأنه سيكون اعتمادهم على الأدلة، وهذا يحتاج إلى مزيد من الوقت. هذا أولا. ثانيا، الجانب التركي طبعا يريد أن يركز على الجانب القضائي والجنائي في نفس الوقت، لأن هذا الشق لا يمكن للسعودية التملص منه، وبالتالي في حال إثباته يجب أن تعود المسؤولية على الجانب السعودي. الآن طبعا هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي إلى تركيا، نحن نعرف مضمون ما سيقال خلال هذه الزيارة، لكن هناك أمران سيتمان. الأول هو إعطاء الوزير الأمريكي إيجاز عن المعلومات التي يمتلكها الجانب التركي، لأن حتى الآن معظم اتصالات تركيا مع القوى الغربية كانت تتم عبر الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وبالتالي الآن وزير الخارجية بدأ يتحرك في سياق يعني نقل هذه المعلومات إلى نظيره الأمريكي. الثاني هو الحصول على من خلال بومبيو على رواية السعودية لما جرى، واثنان الموقف الأمريكي، لأن الموقف الأمريكي أيضا طيب هل هذا يعني والحقيقة المبادرة، ولكن ربما سيد علي بكير هناك من يقول بأن هذا عمليا هو يعني طبخ السيناريو، ولكن بمشاركة تركية أمريكية مع الجانب السعودي، بصرف النظر عن يعني التحقيق، ربما التحقيق يقوم بدوره، الإعلام التركي نشاهد كيف يقوم بدوره، ولكن أيضا المواقف السياسية يعني تأتي بلهجة مختلفة. هل نحن فعلا بأي مرحلة الآن؟ هل نحن بمرحلة استعراض النتائج في وقت قريب بما أن التحقيق بدأ وهناك متابعة والحديث عن أدلة جنائية وغيره، أم نحن في مرحلة إخراج السيناريو المعقول؟ لا طبعا طبعا الجانب التركي ليس لديه أي دور في طبخ عملية إخراجية أو في سيناريو لإخراج المملكة، هذا الأمر يتعلق بالجانب الأمريكي حصرا. الجانب التركي يعمل على تحييد الشق السياسي من الموضوع، لأن تسييس الموضوع قد يتيح للجانب السعودي التملص من هذا الأمر، وبالتالي يركز على الجانب القضائي والجنائي حتى يثبت أن هذا الرجل قد قتل داخل القنصلية وبأيدي سعودية، وهذا طبعا جانب يجب أن يشكر للجهات التركية. أنا أعتقد أن تركيا تريد أن تحصل على رواية صحيحة لما جرى من الطرف السعودي. فيما بعد بعد الطرف السعودي حر فيما إذا أراد أن ينسب الأمر لمحمد بن سلمان أو لقتل مارقين، هذا شأنه، لكن طيب. الجانب التركي يريد أن يثبت أن هذا الرجل قتله السعوديون أنفسهم وليس الجانب التركي. طيب سيد معلوف، يعني كنت تتحدث عن كيف يدير ترامب هذه القضية، وتوقفنا في المداخلة عند نقطة يعني الكونغرس وموقفه وكلام لينسي جراهام تحديدا حينما ميز بين العلاقة مع الدولة حتى لو كانت دولة مارقة أو لديها سجل وبين الأشخاص، يعني بمعنى كان يقول هناك فرق بتعاملنا مع السعودية وبالتعامل مع محمد بن سلمان، وطبعا استمعت إلى كلامه يعني كيف وصفه. هل برأيك هذا ربما يعني يغير شيء في موقف ترامب؟ هنالك تباين كبير بين موقف الكونغرس بما فيه الجمهوريون الذين يؤيدون ترامب وموقف الرئيس ترامب بالذات. الرئيس ترامب يريد كما قال ضيفك من باريس أو من أنقرة، يريد أن يغطي بعض الشيء على هذا الموضوع، وهو يقوم بحركات يرفع وتيرة الكلام من جهة، ولكنه لا يقوم بأفعال. كل ما يريده أن يحفظ العلاقة مع السعودية، ونحن الآن بعد 3 أسابيع من اليوم بالذات هنالك انتخابات تشريعية في
الولايات المتحدة، والحزب الجمهوري في خطر أن يخسر رقابته على مجلس النواب، وترامب يقوم بحملات أسبوعية مرات في الأسبوع ليدعم حزبه كي لا يخسر. وفي حال سيطر الجمهوريون على مجلس النواب فإن الأجندة الخاصة بالرئيس ترامب ستتعطل. لذلك الرئيس ترامب سيسعى إلى الحفاظ على علاقته مع السعودية بالرغم من كل شيء، لأنه قال هو بنفسه أن هنالك 110 مليار دولار صفقة سلاح لا يريد أن يوقفها أو يجمدها، وهي قد تؤدي في حال تجميدها إلى خسارة 500,000 عامل وظيفتهم في أمريكا في مصانع السلاح. هذه أمور هامة جدا بالنسبة إلى الرئيس ترامب، والسعودية أيضا بحاجة إلى الرئيس ترامب. ولذلك زيارة بومبيو برأيي ربما ترقع بعض الشيء الأمور، ولكنها لن تعالج الموضوع من جوهره. فلجنة التحقيق لا يمكن أن تكون لا سعودية ولا تركية، ويجب أن يكون هنالك لجنة مستقلة، لأن الموضوع قد أخذ أبعادا سياسية كثيرة. ينبغي إبعاد السياسة عن هذا الموضوع وحفظه في إطار حقوق الإنسان، وإقامة لجنة دولية مستقلة ربما من الأمم المتحدة لتقوم بالتحقيق، هذا إذا كنا نريد أن نصل إلى الحقيقة في هذه القضية. سيد القادري، يعني طرح لجنة دولية، لجنة مستقلة لقضية خاشقجي، برأيك هل يعني هي المخرج أيضا، بما أن يعني يمكن هذا يرفع المسؤولية عن الجانب التركي أقله، بما أن القضية حدثت داخل أراضيهم، وبأن هناك يعني كلام عن أن ربما تركيا عمليا تساهم بالتغطية أو بمساعدة السعودية بأن يعني تجد مخرجا لهذا الموضوع، لأن هناك من يرى أن مغادرة القنصل السعودي بهذا التوقيت بهذه الطريقة هو أيضا يعني مد خط معين. بداية، القانون الدولي يسمح للدولة المستضيفة لهذه القنصلية بأن تقوم بهذه التحقيقات بغض النظر، وهذا أتكلم عن القانون الدولي، أما عن الأماني نتمنى ونريد ونرغب في ذلك ومن هذا القبيل، هذا الكلام لا يمشي مع القانون الدولي. القانون الدولي يسمح للدولة المستضيفة لهذه القنصلية أن تقوم بالتحقيقات والتحقيقات كاملة، وأن تمارس سيادتها في هذه المسألة أولا. ثانيا، تركيا من البداية، والكل يعرف أن تركيا حتى في الأزمات الكبرى التي حصلت لها سابقا مع إسرائيل، مثلا على الكيان الإسرائيلي حينما قامت إسرائيل باغتيال 9 مواطنين أتراك، بالرغم من عملية اغتيال لمواطن أتراك، ليس اغتيال لمواطن سعودي، اغتيال لمواطنين أتراك، الأتراك عملوا على أن لا يقطعوا العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، وقاموا بترتيب العلاقة. الذي حصل مع المملكة العربية السعودية ومع الإمارات، المملكة العربية السعودية والإمارات في تصريحين لوزراء أتراك اتهموا دولتان عربيتان بتمويل الانقلاب مع جولن، وكذلك الحرب على العمولات. لكن بالرغم من ذلك تركيا لم تقطع العلاقات. قضية خاشقجي من البداية تركيا كان واضحا من خلال تحركها السياسي وكذلك تحركها حتى القضائي، كان واضحا جدا أنها لا تريد أن تقطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية. لكن كانت بين نارين، بين عدم قطع العلاقات مع المملكة العربية السعودية من جهة، ومن جهة ثانية كان يجب عليها كذلك أن تحفظ، لأن مئات وألاف المعارضين العرب موجودون الآن في الأراضي التركية وفي إسطنبول بالأساس. فتوفيت عملية اغتيال خاشقجي كأنها لم تحدث هو تفريط في السيادة التركية وتشويه لصورة تركيا كبلد آمن في العالم. لذلك كان يجب على الأتراك أن يسيروا في المسار التقني أو المسار القضائي والتحقيقي والجنائي والاستخباراتي والأمني بغض النظر عن الطرف السياسي. لكن السعوديين كانوا يأملون من السعوديين أن يعترفوا بالقضية، لأنهم كان لهم من البداية التصويت التسجيل بأن الخاشقجي قد تعرض لعملة اعتداء لدى داخل القنصلية، مما يثبت على أن قضية اختفائه سواء بالقتل أو بالتغييب حصلت داخل القنصلية. لكن هم كانوا يأملون من الأطراف السعودي أن تعترف، لأنهم لو اعترفوا سيسهلون المسألة من خلال ثلاث. طيب، وهنا أريد أن أسأل سيد بكير، الأول قضية ربح الوقت في قضية التحقيق. هنا أريد أن أسأل سيد بكير يعني سريعا، هل تعتقد أن السعودية ستعترف، ويعني هل سيكون الاعتراف مقبولا من الجانب التركي؟
يعني هل ستعترف أم لا؟ أنا شخصيا أعتقد أنها كدولة لن تعترف، لكن الجانب الأمريكي يحاول إقناعهم بالسيناريو الذي رسمه، وهو أن يلقوها على قتلة مارقين. لكن حتى هذا السيناريو فيه ثغرات كبيرة، وسيكون هناك فيه أسئلة على الجانب السعودي أن يجاوب عليها، وحتى الآن لم يجاوب عليها. يعني هناك أشخاص من الفريق الخاص بمحمد بن سلمان كانوا موجودين، الفريق الخاص قام بجلب معدات قتل معه وليس التحقيق. أيضا إذا كان الأمر يتعلق بالتحقيق، من أعطى القرار بالتحقيق داخل القنصلية؟ وأيضا التحقيق داخل القنصلية هو بحد ذاته مخالفة وجناية، وتشويه القتل وثم تشويه الجثة وإخفاء الأدلة، هذه كلها جرائم يعني سيكون بحاجة أجوبة عليها. الجانب التركي لا يدخل في أي مساومات في هذا الموضوع، كفاءته وحرفيته عالية ومشهود لها الجميع، ولو أراد أن يعقد صفقة مع المملكة العربية السعودية لما قام بحشد الموقف الدولي والأمريكي وبهذه التسريبات التي أثبتت أن الجانب السعودي هو متورط في هذا الموضوع. بالتالي علينا أن لا ندخل الأيديولوجيا وتمنياتنا الشخصية في هذا الجانب. شكرا لك. نعم. شكرا لك إذن سيد علي بكير الباحث السياسي، كنت معنا من أنقرة، وأشكر من واشنطن مسعود معلوف الدبلوماسي السابق والخبير في الشأن الأمريكي، أيضا من باريس أشكر صالح القادري الباحث السياسي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.